وهذه القصيدة للحبيب علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله أطلبك يا خير ولي، جد علينا بأكبر عطية، واشرحي الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يا الله بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، أعطني كل ما هو ببالي، فأنت معطي ومحسن ومنان. يا عوض قل ذا صوت حالي، ذكر القلب وقت الحوية، وقد قد مر في خير حالي، لم يقدر مواشٍ ولا شان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهيا، عود الله وقت الوصال فيها نافي عوافي وسلوان. اضرب العود فالقلب سالي، ما معه فكري في ذي الدنيا، فكره إلا لأهل المعالي، عاليين المقامات والشان، مرتقاهم بعيد المنالي، والمراتب رفيعة عليا، من بغاها يمد كل غالي، لا يبالي بمنكود الأزمان. ينتصب في عتيم الليالي، يكتفي سبل أهل المعية، لرقوا في مراجل كمالي، وامتلوا من علوم وعرفان. قل لمن حبهم لا يبالي، يوم حالاته حاله رضية، ما يشوف العناء والنكال، داوب محروس من إنس وجان. يا أهل ودي العجل يا رجالي، أدركوني بشربة هنية، وأوصلوا يا حبائب حبالي، وأدخلوني معكم في الحان، لأجل يرتاح بالقرب بالي،
والعواء تتمي غويا يتسع لي كما كم مجالي وانشرح لي إذا شل الدان عندكم إرث مولى بلالي أسعف يا الوجوه الرضيا وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان صار الناس رهن المحالي وابتلوا بالأمور العكية حتى يمينا وحد خط شمالي واسبح العقل في الوقت حيران أحمد الله في وقت صفاني يوم عروات عروة غوية منتهى القصد فك العقال قال مرعي معامل بإحسان صل يا ذا العلا والتعالى.